استاذ احمد اسماعيل، كل عام وانت بخير. بصحة وسلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. لقدومك من الاراضي المقدسة. الله يكرمك. وحضرتك تحدثت معي منذ قليل بمأساة المصريين وعرسهم ووالد حضرتك. فممكن تقدم بس المشاهد نبذة عما حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو والله اللي حدث ده زي ما احنا اتعلمنا بيقول لك اللي جرى لا ينحك ولا ينقرى. مأساة، قلة أدب من مصر الطيران. أولا احنا دخلنا المطار، كان معايا والدي، جات له جلطة واحنا في التهجد، وخدته من المستشفى وخرجت بيه على المطار يوم 29 رمضان. وبعدين رحت لقيت موت، لقيت ناس متكدسين تكدس جامد جدا في مطار جدة. ده مصر الطيران، غير الطيران السعودي كمان متكدسين هم كمان الطيران السعودي. مصر الطيران لقيت لك ناس بيقول لك احنا قاعدين من يوم الجمعة. طب انتوا قاعدين من يوم الجمعة، وانا رحلتي كانت الساعة 1:30 الظهر، وصلت المطار الساعة 6 الفجر. ببص اشوف الوضع ايه طيب وبتاع، ومعايا واحد راجل عنده جلطة وراجل كبير. دخلت بتكلم الموظف، قال لك ماشي ماشي ماشي، وراح مطنش. ابص الاقي ناس بتيجي بالاتصال تليفوني بناء عليه، موظف اسمه ايمن احمد ده، بناء على اتصال تليفوني من اي حد تبعه يدخل ويركب الطيارة. هو واحد اسمه ممدوح عسكر. دول كل سنة تلاقي ممدوح عسكر ده كل سنة من أيام النظام القديم، كل سنة ده يطلع مأموريات لجدة. بناء على إيه بيختاروهم؟ أنا معرفش. السنة اللي فاتت بس اللي ما طلعش، لأن أنا بتابع، أنا بقالي 13 سنة بطلع من العمر. قعدنا من الساعة 1:30، إحنا راكبين تاني يوم الساعة 4 الفجر 5 الفجر. تتكلم معاهم مفيش رحمة، مفيش أي حاجة خالص. ناس واقفة يا عيني، لقيت ناس عشان تخش توصل بس للموظف اللي على الكاونتر ما تقدرش توصل، لازم تمشي فوق البني آدمين، تمشي فوق، يعني مش عايز أقول لك ألوفات مرمية في المطار. وتكلمهم يقول لك الطيران موجود، ده بس مشكلة عاملينها معانا الطيران السعودي، السعوديين عاملينها معانا. تبص تلاقي طب احنا منفصلين عن الطيران السعودي. قطعنا البوردنج بتاع التذكرة بتاع الكرسي، دخلنا عشان نركب. الكلام ده كنا الساعة 7 المغرب 8 المغرب. دخلنا علشان نركب، لقيت لك جوه ناس مش عايز اقول لك عدد برضه زي العدد اللي بره. دول واخدين بوردنج كرسي بس. الطيران السعودي او الشرطة السعودية والسعوديين عاملين موقف اساسا ده ملحوظ جدا، ان انت اصول انت لو معاك قنبلة كنت دخلتها على الطيارة من غير ما حد يشوفها، ان الجهاز اللي انت بتمشي بيه شنطة اليد اساسا هم سايبينه وسايبين الدنيا كلها، واللي يعدي يطلع من يعني تنزل من العربية ده تخش على الطيارة على طول، ما فيش اي مشاكل، ما ولا حد يقول لك حط الجهاز ولا حط اي حاجة، ما فيش جهاز يكشف ولا اي حاجة خالص. الكلام ده في المطار، في المطار السعودي مطار جدة مدينة الحجاج، ما فيش اي شرطي سعودي واقف حتى يقول لك انت رايح فين ولا جاي منين. ولما عملنا عشان تخش تركب الطياره لازم بالخناق وتضرب وتزق وتقعد تحافر، وزقنا بالعافيه لحد ما دخلت جوه. اخويا كان مع ابويا، حطيناه على كرسي. فطبعا من الرحمه ان هم بعد 12 ساعه لما خدنا البوردنج، من بعد 12 ساعه الرحمه مع الناس ان هو دخل جوه. ركبنا الساعه 5 الفجر احنا واخويا وابويا. تخش جوه بقى، ما فيش طبعا رحله معينه، كل الرحلات اي حد تخش. يا دوب وصلنا مشينا في التيوب دون عشان تخش على باب الطياره. اول ما وصلنا على باب الطياره قفلوا الباب. ليه؟ لان المصريين اللي هناك اللي جايين على الطيران السعودي فتحوا لهم المهبط بتاع الطيارات يخشوا جوه، وهم كمان راحوا طالعين وعايزين يخشوا. يقولوا لهم احنا شركه مصر للطيران، انتوا يقولوا لهم احنا مصريين. طب انتوا مصريين بس مش قاطعين على الطيران السعودي. يقول لك الضابط في الطيران السعودي في المطار قال لنا خش اركبوا اي طياره تقابلوها اركبوها، واحنا عايزين نركب. المصريين اعتصموا قعدوا تحت عجل الطياره في المهبط اللي عمر ما شفت في دوله في العالم. السلطات السعوديه طبعا كانت سايباهم يعملوا كده مقصوده، ناموا تحت عجل الطياره اعتصام. بقى بتوع مصر الطيران يقول لك يخش في وسط المصريين اللي واقفين، يقول لك اللي مصر الطيران يجي على جنب، اللي مصر الطيران يجي على جنب، والطيارات واقفه بعيد. الطيران السعودي وقف طيرانه بعيد خالص في المهبط في اخر المطار كده عشان لما يخشوا يقابلوا مصر الطيران هي اللي في وشهم بس، والطيران السعودي وقف طياراته بعيد، وفي ناس ركبت من المطارات التانية. اما جم المصريين اللي هم عايزين يروحوا يعني على الطيران السعودي معتصمين وقعدوا تحت عجل الطياره، احنا جابوا لنا اتوبيس وقعد يلف بينا في المطار شويه، وبعدين راح مودينا على طياره بعيد. قعدنا ساعتين تاني جوه الطياره مستنيين على ما يلموا ناس زي اللي شغال بالنفر. طب ما عندك ناس محبوسه جوه انت مش قادر تدخلهم، ما تنزلهم يركبوا اتوبيس. مفيش الموضوع ده مقصود،
الضابط السعودي يقول لك ايش سوى لكم حسني مبارك لتحبسوه؟ ايش سوى لكم لتحاكموه؟ هذا الكلام حقيقي ولا حقيقي؟ والله العظيم بقول لك حقيقي، احنا لسه جاي من العمره مش هنكذب، حقيقي. قلت له اللي سواه لنا هو اللي سواه لكم الملك عبد الله، بس انتم ما عرفتوش تتكلموا. يقول لك احنا ادالنا فلوس، خلاص هو اداكم فلوس هو عارف ديتكم، احنا مالناش دعوه، لكن انتوا تحاسبوا المصريين ليه؟ المعتمرين ومصر للطيران تشارك في هذا العمل ان هي تحاسب المصريين المعتمرين لما يطلعوا ثلاث موظفين ما لهمش اي دور غير ان هم ياخدوا اتصالات بالتليفون ويركبوا ناس، واحد اسمه ايمن حكيم، واحد اسمه ايمن احمد، وواحد اسمه ممدوح عسكر، الثلاثه دول اللي يطلعوا بناء عليه هم بيختاروهم كل سنه ان هم يطلعوا. لسه النظام بيختار زي ما هو، لان في ناس كتيره ما بتطلعش. السنه اللي فاتت كان في موظف انا شفته، راجل كان محترم، الناس تخش انت مكلم وواسطه مش واسطه كان يدخلك تركب، طالما يقول لك خش اركب اتفضل اتفضل، كانش في زحمه مفيش اي تكدس. الراجل ده ربنا يبارك له، انا وقفت لما شفت المأساة دي وقفت دعيت له ان قلت له ربنا يبارك لك السنه دي، وانا في العمره قلت ربنا يبارك له، اسمه كمال خزيم ده، قلت ربنا يبارك له، الراجل ده كان محترم، ما خلاش بني ادم واقف على ارض المطار يجي مالكش طياره بس في مكان يقول لك خش اركب مفيش اي مشاكل، ركب ركب عشان ما يعملش تكدس. احنا رحنا لقينا التكدس اساسا هم عاملينه، كام رحله عطلوهم بقى كل الناس تخش تركب على الرحلات على بعضها بقى. بقى مش عايز اقول لك ان المصريين هم اساس المأساة اللي هناك، مصر الطيران دي اساس المأساة قبل الطيران السعودي. الطيران السعودي الاثنين شاركوا بعض على ان هم يقضوا على المصريين وينتقموا لحسني مبارك. طب هناخد فاصل وحضرتك تحكي لي على بعض الحاجات اللي مر بيها المصريين كامراض كاغماءات وفي اثنين ماتوا. هناخد فاصل ثم نعود. ماشي ماشي. استاذ احمد اسماعيل، حضرتك كنا تحدثنا عن المأساة بتاعت المصريين في الاراضي المقدسه، وحضرتك قلت لي اللي في اثنين قتلوا. اثنين ماتوا. اثنين ماتوا. مش قتلوا، ماتوا. ماتوا من الخنقه والموقف. طب حضرتك بقى احكي لي بقى ظروفهم ايه، يعني ظروفهم هل ده اهمالا ام موتا؟ ماتوا اهمالا. ماتوا اهمالا. ماتوا اهمالا. في ناحيه طبيه، في رعايه طبيه؟ مفيش رعايه طبيه. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بص، هما الاثنين احنا فوجئنا بالصويت وناس عماله تصوت فوقينا، دول الناس اللي خدوا البوردنج وراحوا يركبوا، سويت سويت جامد قوي. طبعا نيجي نجري مفيش حرس السعودي يوقفك ما خليكش تخش عشان انت معاكش بوردنج وجوازك ما اتختمش. طب الناس اللي فوق يكلمونا الحقونا، في ناس ماتت هنا، حالتين ماتوا فوق. اولا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ندور على حجر صحي، اسعاف طبي، مفيش اسعاف طبي، مفيش دكاتره خالص، مفيش دكاتره في المطار. يا جدعان اول مره نشوف في العالم الحجر الصحي ده، ما بقاش فيه دكتور، الراجل مرمي على الارض وفي ناس ماتت فوق وفي ناس مغمى عليها، ما فيش اي حاجه. اهمال جامد جدا، اهمال مقصود، بقول لك اهمال مقصود يمنعك تخش الا لو خدت البوردنج، وتاخد البوردنج ما فيش اي شرطه تقابلك، اختم الجواز ومفيش حد يقابلك تاني، خلاص انسى. يعني ايه اهمال مقصود؟ اهمال مقصود محامي ولا يا بيه؟ اهمال مقصود، وقلنا لهم الموضوع ده سياسي، وقلنا الموضوع ده كله سياسي، لان اول مره في العالم تشوف التكدس ده والاهمال ده. هو انت مش في حاجه بروتوكول وفي قوانين معروفه ان اي مطار في حجر صحي وفي دكاتره؟ انا رحت خمس مرات للحجر الصحي ادور على دكتور ما لقيتش. يقول لك المطار كبير وهتلاقيه بيلف في المطار. طب هو بيلف واحد بس، دكتور واحد بس اللي بيلف في المطار؟ في الاخر خدت الحاله ورحت بيها الحجر الصحي وقعدت بيها على باب الحجر الصحي علشان ادور على دكتور، لحد ما كتبوا لي تقرير كده وخلاص خدته ومشيت. موظف بتاع مصر الطيران يقول لك ايه، اصل مش هنقدر نركبه لما تجيب تقرير، اصل حالته ممكن يموت. طب ما هو انتوا بتموتوا الناس من القعده، هي حالته اللي انتوا بتعملوه ده ما هم يموتوا. وجبنا التقرير الصحي وتدور على الموظف ولا عمل اي حاجه ولا تشوف وشه. ربنا كرمنا بموظف على الكاونتر، دخلنا عليه بعد ما قسيت ودخلت في وسط الناس دي كلها، وصلت الساعه 6 ولا 7 من الساعه كام الظهر، من 12 الظهر انا بخش في الزحمه دي اوصل يعني. دخلت لقيته بقول له معايا حاله كذا كذا كذا، والله موظف محترم يعني ومؤدب. بقول له وصفت له الحاله، قال لي طب ما جيتنيش ليه من بدري؟ قلت له اجي لك فين من بدري؟ اذا كان الرئيس بتاعك بتاع الورديه نفسه هو اللي رمانا الرميه دي وما رضيش يخلينا نخش. فالراجل بصراحه ربنا يبارك فيه، هو خلص لنا اللي عليه عمله ودخلنا جوه بالبوردنج وقاسينا مقاسه ثانيه اللي هي بتاعت دخول الطياره دي. بس لكن مفيش احترام لادميه المصريين. ايه اللي حدث لك انت شخصيا ووالدك؟ ما هو اللي حدث لي انا بقول لحضرتك اهو، انا وابويا، ابويا نام على الارض لانه ما قدرش حتى يقعد على الكرسي، يقعد ازاي 30 ساعه على كرسي مش قادر، نايمناه على الارض، راجل مريض عنده جلطه ونام على الارض عنده شلل نصفي. واكلم الموظف واستجديه واقول له ده انت لما تبص عليه وتشوفه كده الرحمه، مفيش رحمه تنزل على قلبك، شوف راجل مرمي في الارض ممكن يموت مننا، نلحق نروحه مصر عشان لما يموت في بلده
وهو يقول لك طب ماشي 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 حاضر حاضر حاضر. هو دي الكلمتين اللي قاعد اللي اسمه ايمن احمد ده وممدوح عسكر دول ربنا ينتقم منهم. يعني تحمل مين مسؤوليه؟ احمل مصر الطيران واحمل وزير الطيران المدني واحمل رئيس الشركه القابضه للطيران المسؤوليه دي كلها. هل سيتم رفع قضايا على هذا الاهمال؟ احنا نبحث في اللجنه الموضوع ده ان شاء الله ونشوف احنا هنرفع هنقدم بلاغ ونرفع قضيه عليهم ان شاء الله باذن الله. نبحث في اللجنه الموضوع ده. شكرا استاذ احمد. عفوا الله يخليك الله يخليك.